خليني أبدأ مع حضرتك بمشروع مستقبل مصر. من لا يملك قوته زي ما بيقولوا لا يملك قراره. احنا بنتكلم عن مشروع مهم زي مشروع مستقبل مصر، من وجهة نظر حضرتك مردود المشروع ده على عودة مصر لريادتها الزراعية؟ احنا بنتكلم عن حضارة زراعية أقيمت من 7000 سنة على نهر النيل. بالظبط. شوفي، هو الشعار بتاع من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره، ده أنا شايفة أن الرئيس السيسي بيطبقه من أول لحظة إحنا فوضنا فيها أنه يحكم مصر. وبعدين إحنا لو كلنا الوقت ملاحظين ومتابعين أن مفيش صغيرة أو كبيرة ممكن تعود على مصر بأي فايدة، هو سايبها. إحنا النهاردة في حياة كريمة، في نص، يعني 50%، يعني 50 مليون مصري وشوية بيتنقلوا لحياة كريمة بعد ما كانوا عايشين في ظل ظروف يعني سيئة جدا. بس الرئيس هنا بيشوف اللي ممكن مصر تعمله، واللي ممكن يعني بيعمل دلتا جديدة ومليون فدان و500 ألف، على فكرة هيبقى كله تقريبا. بس عايزة أقولك إن ده مشروع في منتهى العظمة ومنتهى الفايدة بالنسبة لمصر. طيب، بكلام حضرتك يا أستاذة فريدة عن إن هو مشروع بمنتهى الفايدة، إزاي المشروع ده هيؤمن لمصر الاكتفاء الذاتي من الحصلات الزراعية، وإزاي هيسد الفجوة الغذائية؟ خصوصا إن احنا شفنا السيد الرئيس كان مهتم جدا بالمشروع، وإن هو يلحق موسم زراعة القمح زي ما حضرتك عارفة اللي بيكون في شهر 10 و11. طبعا، لأن القمح هو 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 الخبز، هو الحاجة الأساسية اللي بتملى المعدة. بس عايزة أقول لك إن احنا قبل كده لما حاولوا يتعبونا كانوا بيوقفوا القمح. يعني فكرة الرئيس إنه احنا نزرع القمح ونحقق الاكتفاء الذاتي من القمح فكرة رائعة وفكرة وطنية وعظيمة، وبتدي للمصريين الأمل في الاستقلال. بس عايزة أقول لك على حاجة، إن هو إلى جانب ده أنت عندك كل المنطقة اللي بتتزرع النهاردة وكل الدلتا الجديدة دي، أولاً دي هتستوعب مصريين تاني، ربنا يسهل يا رب ونفوق على إن إحنا ننظم شوية الناس يعني. بس أنا بتكلم على اللي زدناه دلوقتي. نمرة اتنين، إحنا الزراعات اللي هتتم في إحنا قبل كده كنا سلة غلال العالم على فكرة. يعني في أرض كتير جدا، ومرة الدكتور رشاد رشدي الله يرحمه قال مستقبل مصر في صحرائها الغربية، والدكتور فاروق الباز قال إن إحنا عندنا إمكانيات نستغل يعني أراضي كتير جدا وتبقى زراعية. الرئيس السيسي مفيش يعني تفصيلة ممكن تفيد مصر إلا لما بيستثمرها وبيعظمها يعني. فإحنا النهاردة الدلتا الجديدة دي اللي بتتعمل مش بس هتعمل لنا اكتفاء ذاتي من الأغذية، كمان هتعمل مصانع لاستثمار مثلا الحاجات مثلا زي البصل المجفف. يعني احنا هنا بنتكلم عن مشروع هيعمل اكتفاء ذاتي يا استاذه فريده، وكمان هيوفر فرص عمل للشباب كتير. بالظبط، هيوفر فرص عمل وهيخليكي اولا في حاجتين. يعني انت عارفه اللي بيضرب عصفورين بحجر، اولا انت مش هتدفعي الفلوس اللي كنت بتدفعيها للخارج علشان تشتري الحاجات دي، فبتوفري ده. ثانيا انت ممكن تصدري كمان، يعني من كل ناحيه فيها فوائد، من كل ناحيه. وكل الناس النهارده يعني مؤمنه بان هذا الرجل يعني او هذه القياده يعني فعلا بتعمل على انه مصر يعني تسترد مكانها. زي ما انت قلتي احنا كنا الرياده الزراعيه في المنطقه. صحيح صحيح. طيب ان شاء الله هنرجع تاني.